ازيكم في فيديو جديد من عبود جي ام واللعبه القويه جدا لعبه الجنرال. النهارده هكلم عن قائد مهم جدا وهو ضابط الطائرات الحربيه، والقائد ده بيكون ليه مميزات كتيره جدا هقول لكم عليها دلوقتي. وبرده قبل ما اقول لك المميزات لازم تكون عارف ان القائد ده مش بيقدر ان هو يستولي على الاراضي، لكن عنده ميزه وقت التزويد بالوقود اللي بتفضل لمده 15 دقيقه وليه مدى حركه 10000. ده غير ان القائد ده يقدر ان هو يشتبك مع الاعداء لو في عمليه استطلاع، يقدر يشتبك مع الطائرات الحربيه او المروحيات. ده غير انه بيلتقط اشارات الرادار من نوع الطائرات الحربيه. ده غير ان يمكن للطائرات ان هي تتحرك ضمن نطاق تمومية. واهم ميزة في القائد ده من وجهة نظري هي كشف الرادار اللي بيقدر يكشف اشارات الوحدات البرية والوحدات البحرية والطائرات الحربية. وبرضو لازم تكون عارف ان حد تجهيز القائد ده هو واحد بس. وهنيجي عند تعزيزات الجيش اللي بيدي للجيش قوة هجومية وسرعة عالية جدا. بعد كده نيجي عند المتطلبات اللي كل قائد بيكون ليه متطلبات خاصة بيه، سواء بناء مباني او عمل بعض الابحاث، ولازم تكون عارف برضو ان هيكون في صيانة يومية. بعد كده مميزات القتالية، قوة الهجوم والدفاع بتاعة القائد ده تقدر ان انت تزودها من خلال عمل أبحاث. فبالتالي هيكون معاك قائد قوي جدا جدا. معلومات التضاريس بتختلف اذا كانت الطائره طايره في الجو او على الارض، وده بيأثر على نطاق الحياه والسرعه ونطاق الرؤيه. وهنا اكون خلصت شرح عن ضابط الطائرات الحربيه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد من لعبه الجنرال. سلام. هل تستحق لقب القائد؟ حمل الجنرال مجانا، تحالف وتحدى لاعبين من حول العالم